بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة والأخوات، وأنا أقرأ القرآن الكريم وأتأمل فيه وأتدبر في سورة يونس، كنت أقرأ هذا المساء، فإذا بي أمر بهذه الآية الكريمة، وهي الآية 12 من هذه السورة الكريمة. يقول الله جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ما أشد وقع هذه الآية على حال الإنسان مع هذا الوباء وفي هذه الأيام. فالإنسان في هذه الآية كما يقول أهل التفسير، يقولون أن اللفظ الإنسان وهذه أل للاستغراق، يعني المقصود به جنس والإنسان. قال بعض المفسرين أن المقصود به رجل من المشركين كان يسمى أبا حذيفة بن المغيرة المخزومي، ولكن العبرة كما يقول أهل التفسير ليست بسبب النزول بالسبب، وإنما هي بعموم اللفظ لا بسبب النزول. هذه الآية عموما أيها الإخوة والأخوات تصور لنا حال الإنسان الغافل عن الله تعالى من شدة إعراضه عن ربه سبحانه. فإذا نزل به البلاء، يعني فجأة تضرع إلى ربه، وهذه الصورة تصور على أنه يدعو الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، يدعوه، قال: دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني في جميع أحواله هو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف ضره. والضر كل ما يضر الإنسان في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في سائر شؤونه كيفما كانت. قال ربنا الكريم: فلما كشفنا عنه ضره، أي لما أزلنا عنه هذا الضر الذي يعني يشكو منه والذي نغص عليه حياته، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. المرور يعني مر مرور الكرام كما يقال في المثل، يعني مر غير مكترث، نسي ما كان يدعو من قبل كما في الآية الأخرى. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كأنه لم ينزل به بأس ولم ينزل به ضر ولم يتضرع إلى ربه. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فالمسرف المكثر على نفسه من الذنوب والخطايا واتباع الشهوات. فحال الإنسان يمر، يعني وهو يمر بهذه المرحلة يدعو ربه أن يكشف عنه. نحن الآن ترى أن كثيرا من الناس يدعون الله سبحانه وتعالى، وليست هذه المحنة الوحيدة في حياتهم، بل مرت محن ويعني شدائد في حياة كل إنسان كشخص، وإن لم تكن قد مرت في حياة الأمة بعامة مثل هذه في هذا الوقت الذي نعيشه، مثل هذه الشدة ومثل هذا البلاء الذي أصاب العالم، والله نسأل كذلك أن يكشفه عنا وعن جميع عباده. يمر الإنسان منطلقا، والأشد والأنكى من هذا كله هو أن يكون الإنسان داخل هذا البلاء وداخل هذه الشدة لا زال غافلا، لا زال على خطئه، لا زال على شهوته، لا زال مصمما أن يبقى على هذا الحال إذا هو عاش بعد أن يمر هذا البلاء. فالله نسأل سبحانه وتعالى أن يكشف عنا وعنكم هذا الضر، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا أن ننتصر على شهواتنا وعلى أنفسنا وعلى شياطين الجن التي تزين لنا هذه الأعمال التي لا ترضي الله جل وعلا. اللهم اشف عبادك الذين أصيبوا بهذا البلاء، واكشفوا الضر عن أهل الأرض جميعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.